من يسألهن عن العيد؟ إذا كان الحزن أسوداً كجبل من العباءات على كل قبر من قبور الأحبة الذين رحلوا، فمن يسألهن عن رحيل زوج أو أخ أو فلذة كبد؟ لذا فإن الأغنية الحزينة التي يرددها كل العرب في 21 من آذار من كل عام بكلمات عراقية ولحن وصوت عراقي تكاد تجيب على السؤال. تعلمت الصبر منك يا يما. لماذا لا يحتفل العراق بعيد الأم؟ والسؤال مجازي، ففرحة الأبناء بغناء يعبر عن قدرها ومكانتها لا يتوقف بفعل الظروف والحروب والويلات. لكن الأمة العراقية اليوم هي التي تقرأ مصيرها في الصحف وتشاهده على الشاشات، فهنا النازحات المشردات، وهنا الباحثات عن الرفات، وهنا أيضا عباءة سوداء تخبئ دموعا لم تجف على من رحلوا من مغيبين. وربما يجب القول إن الإصرار على حب الحياة ورسم فرحة في قلب أم أرملة سيزيح ستار القهر عن وجه امرأة جل ما تتمناه أن يشفى العراق من الجراح. والعراق أم وأب، يكاد أن يكون الأمل الذي يحيي في كل عيد صبرا على الحياة.